معي من اليمن الكاتب الصحفي اليمني فؤاد مسعد. اهلا بك يا استاذ فؤاد. مرحبا فيك ومساء الخير. اهلا بك. يعني الوضع في اليمن ربما لا يحتاج الى مقدمات بلاغيه، بانما يحتاج الى قراءه لما يجري على الواقع الان. ماذا يجري في اليمن الان اخ فؤاد؟ بالتاكيد كما تفضلت لم يعد بحاجه لكثير من المقدمات. هو واضح بدرجه كبيره. طرفي الانقلاب الحوثي وصالح وصلوا الى نهايه الطريق، وكان النهايه نهايه التحالف بينهما نهايه داميه، وصلت الى حد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله الصالح بطريقه بشعه وبعمليه يمكن ان توصف بانها خادره، لانها جاءت بعد اتفاق على ان يخرج صالح من العاصمه صنعاء ويعود الى مسقط راشد. ثم قامت جماعه مجموعه مسلحه تتبع الحوثيين بعمليه اغتياله وتصفيته بعدما اسروه، وكان بامكانهم الابقاء عليه اسيرا في ايديهم، لكن يبدو ان جماعه الحوثي قررت التخلص منه، وبالتالي انفرط عقد التحالف بين طرفين الحوثي. يعني اخ فؤاد تسمح لي المقاطعه للتوضيح، يعني ربما كان هناك حالة طلاق واضحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، يعني لم التحالف توقف منذ ثلاثة أيام، وعلي عبد الله صالح دعا لقتال الحوثي، والحوثي كان بيحاول أن يعيده لكنه رفض وأصر على أنه قتال الحوثي، ودعا الجيش اليمني إلى محاصرة أبناء وأنصار الحوثي. لكن أنت بتقول أن هناك اتفاق قد جرى لخروجه من العاصمة، يعني هل هذا الاتفاق بعد هذا الخلاف، أم أن هذا الاتفاق داخلي في إطار حزب المؤتمر العام؟ بالتأكيد كما تفضلت علي عبد الله صالح أعلن يعني إنهاء عقد يعني التحالف معهم، وبدأت بعض المواجهات المسلحة في عدد من أحياء العاصمة صنعاء. هذا تم في اليومين الماضيين، لكن ما تم التوافق عليه في الساعات يعني قبيل ساعات من اغتياله هو ان يخرج من العاصمه صنعاء الى مسقط راسه، لكن هل كان هذا الاتفاق يضع يعني يضع حدا لانشقاق صالح وانصاره عن هذا التحالف، ام انه يعني ياتي في اطار تسويه بين الطرفين، او انه ياتي يعني بوضع حمايه خاصه لصالح والنأي به بعيدا عن المواجهات المسلحة؟ لكن هناك انشقاق واضح أعلنه صالح، وهناك أيضا اتفاق، لكن باعتقادي أن الاتفاق كان جزئيا وربما كان. طب فؤاد خلينا يعني اخ فؤاد خلينا يعني ما جرى قد جرى وانتهى وتم تصفية علي عبد الله صالح، يعني كيف ترى المستقبل؟ كيف ترى الغد؟ يعني طيب خليك معايا أخ فؤاد مسعد.